والله كلما فتحت شبكة الإنترنت أفاجأ باكتشاف علمي يثبت وحدانية الله وقدرة الخالق عز وجل، وأن الله خالق كل شيء، وأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عند بشر. العلم أيها الأحبة يكتشف كل يوم حقائق إذا رجعنا إلى القرآن نجد لها إشارات واضحة تماما. يعني أرسل لي أحد الأحبة جزاهم الله خيرا، وأقول دائما أيها الأحبة الدال على الخير كفاعله، يعني هذا الأخ الحبيب الذي أحيانا يرسل لي بعض الأبحاث العلمية الجديدة التي تؤيد ما جاء بكتاب الله تبارك وتعالى، هذا الرجل سخره الله ليكون سببا في إيصال هذه الحقائق لعدد كبير من الناس. لو أنه اطلع على البحث وأقفل الموبايل أو الكمبيوتر وذهب لم ينتفع به إلا هو، ولكنه حرص على أن يرسله لنا. طبعا أنا أحب أن أذكر لأن الفضل يجب أن يرد إلى أهله، الأستاذ إياد أرسل لنا دراسة الحقيقة منشورة حديثا. هذه الدراسة أحببت أنا معكم يعني أن أطلع عليها، وأنا أطلع لأول مرة عليها اليوم أيها الأحبة، منشورة في 16 من نوفمبر 2020. وجدت شيئا عجيبا، وجدت تشابها كبيرا ومفاجئا ومحيرا بين دماغ الإنسان وبين الكون. دراسة غريبة. طبعا هؤلاء العلماء أيها الأحبة نشأوا على فكرة تقول بأن كل شيء نتج بالمصادفة، يعني الكون جاء نتيجة تطور عشوائي كما يقولون، وهناك انفجار كبير حدث في هذا الكون، وهذا الكون نشأ نتيجة هذا الانفجار العشوائي غير منظم، لا يوجد خالق، لا يوجد إبداع، لا يوجد أي شيء، هو عبارة عن عمليات عشوائية تحدث هكذا وأنتجت هذا الكون. هذا الكلام حدث حسب الدراسات قبل 13.7 مليار سنة. أرضنا تشكلت قبل بحدود 4.6 مليار سنة. طبعا هذا حسب الدراسات، وهذه دراسات نظرية ليست يقينية على فكرة، يعني نظريات، نحن نتحدث عن نظريات ولكنها مقبولة علميا لأنه لا يوجد البديل لها، وبالنسبة لنا لا تتعارض مع القرآن فليس هناك أي مشكلة. الإنسان، أنت أيها الإنسان وجدت على هذه الحياة متى؟ على الأكثر قبل مليون عام. يعني تصوروا الكون عمره 13.7 ألف مليون عام، يعني مليار، المليار ألف مليون، وأنت وجدت قبل مليون، على الأكثر نحن نقول، طبعا هو أقل من ذلك. في بداية الكون قبل 13.7 مليار سنة، كيف تذكر هذا الكون العشوائي أنه سينتج أو سيتطور بلغة التطوريين، سيتطور بعد 13.7 ألف مليون سنة، هناك كائن اسمه الإنسان سيتطور أيضا عشوائيا وسينتج له دماغ شبيه بما يسمى بالنسيج الكوني. النسيج الكوني، أنا هنا لكي أكون دقيقا، أولا هذه هي الدراسة، طبعا هنا منشورة أيها الأحبة، يمكن لمن، يعني هذا عنوان الدراسة، طبعا معروفة يعني الدراسة، يمكن أن نضع لها رابط لمن يحب. هذه هنا نبدأ معكم بهذه الصورة فقط لكي نتكلم وتكون الصورة أمامنا. طبعا أيها الأحبة هنا نرى الدماغ البشري مكبر آلاف المرات بعد تكبيره آلاف المرات، وهذه الصور مرسومة رسما لأن المجهر الإلكتروني لا يعطي مثل هذه الصور، يعطي صور تحتاج إلى يعني إعادة من خلال الكمبيوتر إلى معالجات كثيرة، ولكن نحن لو قدر لعيوننا أن ترى شكل الدماغ، لو كان لدينا قدرة على أن أعيننا تكبر آلاف المرات سنرى هذا الشكل للدماغ، ولو كان لعقولنا قدرة أو لأعيننا قدرة على أن ترى الكون كله سنراه بهذا الشكل. هنا انظروا أيها الأحبة، سأكبر قليلا، هنا الخلايا العصبية في الدماغ وهنا الكون، هذا هو الكون. طيب هذا التشابه كيف حدث؟ شبكة كونية، طبعا هنا كل نقطة من دماغك أيها الإنسان هنا تمثل خلية، الخلية لا ترى بالعين ولا ترى إلا بالمجهر، تحتاج لنكبرها مئات المرات حتى نستطيع أن نراها بالعين. هنا كل نقطة هي مجرة فيها أكثر من 100 ألف مليون نجم، هنا على فكرة مجرة، كل نقطة صغيرة هنا مضيئة هي مجرة. انظروا أيها الأحبة سأكبر أيضا، هذه النقاط الصغيرة هي مجرات ليست نجوما، مجرات. فلو كان لدينا القدرة على أن نخرج خارج الكون وننظر إلى الكون من الأعلى سنرى هذا النسيج المحبوك المحبوك. لذلك الله تبارك وتعالى عندما أقسم بالسماء ماذا قال؟ قال والسماء ذات الحبك، حبك محبوكة حبكا،
ويف، بالفعل هذا يسمى نسيج كوني، كوسميك ويب. هذا نسيج دماغي، شبكة دماغية، نسيج دماغي هذا. الشيء المحير أنه من غير المنطقي أو المعقول أن هناك ظروف شكلت هذا الكون عشوائيا، ثم جاءت ظروف بالصدفة شكلت هذا الإنسان أو هذا الدماغ. فلذلك نحن نقول علميا ومنطقيا إن الذي شكل هذه اللوحة هو نفسه الذي شكل هذه اللوحة، الخالق واحد. لذلك نحن لدينا آية في القرآن أيها الأحبة، لدينا عدة آيات في كتاب الله. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الآية الثانية، يسألنا الله ويسأل هؤلاء المشككين، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. الله يجيب، لأن البشر لا يستطيعون الإجابة. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هل يستطيع أحد أن يدعي الآن في القرن 21 أن هناك إنسانا يستطيع أن يخلق ذرة من لا شيء؟ هم يحولون الذرة من شكل إلى آخر، ولكن هل يستطيع إنسان أن يخلق لنا ليس ذرة، إلكترون من لا شيء؟ لا يوجد. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، يعني تشابه الخلق عليكم أيها الملحدون، تقولون إن الطبيعة خلقت كذا وخلقت كذا. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. لذلك أيها الأحبة، يعني والله مثل هذه الدراسات تؤكد تماما، يعني حتى إن العلماء يقولون إن درجة التشابه الكبيرة محيرة جدا. طب لماذا تحتارون؟ الله يقول الله خالق كل شيء، انتهت القضية. أنتم أدرسوا تفاصيل هذه المخلوقات منطلقين من أن الخالق واحد، وستنتهي الحيرة وستنتهي الدهشة. لذلك أيها الأحبة، هم أيضا رسموا هذه الصورة، هذه الصور تقريبا يعني أخذت حقيقية تقريبا. هنا أيها الأحبة انظروا، هنا لدينا صور للدماغ هنا الأعلى، وهنا صور للكون. الصورة هنا كل نقطة هي خلية، وهنا هي مجرة النقاط. انظروا التشابه بينهما. طب هؤلاء باحثون ودارسون، وهذه الدراسة هل تعلمون كم باحث شارك بها؟ 6 باحثين، 6 من الباحثين الكبار جلسوا أشهر وهم يحللون هذه الصور ويحتارون. طب لماذا تحتارون؟ قل الله خالق كل شيء، انتهت القضية، وهو الواحد القهار. لذلك أيها الأحبة، يعني والله نحن لو رجعنا إلى الله وجعلنا الله سبحانه وتعالى هو، يعني عندما ننطلق في دراساتنا ينبغي أن نضع أمام أعيننا أن الله موجود، وأن الله هو الخالق، وهو خالق كل شيء. هذه الصورة أخرى أحببت أن تنظروا إليها. هنا أيها الأحبة النسيج الكوني، هذا هو الكون، وهنا دماغ فأرة، سبحان الله، دماغ فأرة، يعني طبعا جزء من دماغ، هذه خلايا عصبية وهذه الوصلات هنا الطويلة، تشابه. انظروا، وهنا تجمع للمجرات في المركز وتنطلق هذه الخيوط، كل نقطة هنا مجرة على فكرة، مجرة فيها، يعني مجرتنا مثلا فيها 400,000,000,000 نجم، هي تظهر هنا كنقطة، إذا قدر لنا أن نرى سنراها نقطة صغيرة. إذن أدمغة الحيوانات أيضا تخضع لهذه القاعدة. معنى ذلك إذا أردنا أن نفكر بشكل منطقي أيها الأحبة، ينبغي أن نعتقد أن الله خالق كل شيء، وينبغي أن نعترف بوجود إله لهذا الكون، ولا داعي لأن ننكر الإله. ما الذي يعني أنا أتساءل، ما الذي يستفيده الملحدون عندما ينكرون وجود الخالق؟ لا أدري ما هي الفائدة. أنا أدرس النظريات العلمية والحقائق العلمية وكل علوم الفيزياء والفلك وكذا وكذا، وأنا بداخلي مقتنع أن الله موجود. طيب ما هي المشكلة؟ لماذا تريد أن تجبر الناس أن يعتقدوا أن الله غير موجود؟ إذن أحبتي في الله، والله إن الإنسان الذي يتأمل ويشغل عقله ويفكر بشكل منطقي لا يمكن إلا أن يصل لحقيقة تؤكد أن الله خالق كل شيء، كما قال تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العلم وأن ينفع به من يشاء من عباده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.